ولمناقشة التسريب السادس لنوري المالكي وموجة السخط الشعبي التي أثارتها تلك التسريبات، معنا من أمستردام الصحفي والإعلام العراقي السيد مظفر الخميسي. مرحبا بك معنا سيد مظفر. أولا يعني هذه التسريبات وفي هذا التوقيت الذي يعني يعتبر توقيتا حساسا، إلى ماذا تشير؟ هل تكشف وتفصح عن النهج الطائفي للمالكي، عن عقليته السياسية، عن حبه واستئثاره بالسلطة ضمن سياسة الإقصاء والتهميش؟ كيف تقرأها تسريبا بعد آخر ولا سيما التسريب السادس؟ بصراحة يعني قرأتها مثل ما قرأها باقي العراقيين الشرفاء والوطنيين، أن هذا الرجل يعني يغوص بالطائفية هو وحزبه وجماعة الإطار بصورة عامة التابعين لإيران، يغوصون بالطائفية وعندهم استعداد لحرق العراق بأكمله واقتتال اقتتال بين الناس، يعني الناس المدنيين والضحايا من المدنيين وإراقة الدماء العراقيين من أجل استئثارهم بالسلطة. نعم. طيب، هل السلاح الذي يمتلكه المالكي هو سلاح واعي وحكيم حقا كما يقول؟ وما الذي يمكن أن يضمن ألا يقحم العراق في أعمال عنف طائفية جديدة كان سببا فيها في الماضي؟ أستاذ يونس، السلاح اللي عند المالكي وعند حزب الدعوة عمره ما كان واعي. قبل أيام الثمانينات كان مخصص لقتل العراقيين، مهاجم الدور السينما وقتل المدنيين، تفجير المبنى الإذاعة، تفجير سفارات، تفجير وزارات. وما بعد الاحتلال كان مهيئ لتثبيت أقدام أولاء الاحتلال الأمريكي ومساعدة إيران في وسط هيمنتها على العراق وعلى مقدرات العراقيين. عمره ما كان واعي، والآن وغدا وبعد غد عند استعداد المالكي وحزبه وجماعته أنه يحرقون العراق ويستخدمون هذا السلاح من أجل نواياهم الخبيثة. نعم. طيب، هذا الميل من المالكي باتجاه إيران إلى ماذا يشير؟ تسليم زمام أمور البلد كلها في الخارج على الرغم من وجود إرادة للشارع العراقي انتفضت قبل سنوات وما زالت تعبر عن رفضها من خلال بعض الشعارات مثل إيران برا برا وغيرها من الشعارات، هل سيبقى ضد التيار هذا المالكي؟ هو طبعا لازم يبقى ضد التيار، لأن هو يعرف ان وجود ايران في العراق وهيمنه ايران بالعراق هي لمساعدتهم وبقائهم وتزويدهم بالسلاح والاموال والعتاد والطائرات المسيره وغيرها من اجل بقائهم بالسلطه. يعرفون انه عدم وجود ايران او قطع ذراع ايران في العراق هو اخر يوم لهم في العراق كمجموعه وكحزب سياسي، اذا كنا ندعوهم سياسيين. وجود ايران هو لدعمهم، لذلك هم متمسكين بايران لانه ايران هي سبب بقائهم بالسلطه. نعم. طيب، مع هذا التسريب الذي يعد بفوضى واضطرابات في العراق، لماذا تصر الطبقه السياسيه على تخيير العراقيين بين مشهدين هما الفوضى الامنيه او الاستسلام لسلطه الاحزاب الحاكمه؟ اليس ثمة طريق ثالث ممكن سلوكه؟ لا يوجد طريق ثالث. هم يعني هم من اليوم الاول، حتى الطفل بالشارع يعرف انه لا وجود للديمقراطيه. هذا الحديث عن ديمقراطيه وانتخابات واحزاب وغيرها هذا للاستهلاك الاعلامي، هذا هو مجرد تغطيه لجريمه امريكا باحتلال العراق. هذا يعني موجه للخارج. في الداخل نفس الوجوه الكريهه، نفس الفاسدين موجودين، نفس الشخصيات المتورطه بالفساد والدم، الدم العراقي. هم بيناتهم يدورون على السلطة ويتنافون بيناتهم ويتقاتلون بيناتهم من أجل السلطة. إذا لماذا يتحدثون عن تداول السلطة وعن انتخابات ديمقراطية وما إلى ذلك طالما أن الحال كما تتفضل؟ طبعا هو يعني حتى يروحون للخارج ويروحون لأوروبا والعالم الخارجي أن هناك عملية سياسية وعملية ديمقراطية، هناك انسداد سياسي، في حين أنه اي امتحان او اقل مطب امام عمليتهم السياسيه الخرقاء هذه اذا تسمح لي اقولها، اي مطب امامهم يفشلون في تثبيت اثبات الديمقراطيه واثبات الحريه واثبات تقبل الراي الاخر.
نعم أستاذ مظفر، يعني هذه التسريبات إلى أي مدى تعكس الصورة الحقيقية لما يجري وراء الستار بين شركاء العملية السياسية، صراعات طاحنة ويعني أحقاد متبادلة وكثير من الأشياء التي عقب عليها الكتاب والمراقبون في الأيام الماضية، ولكن في الظاهر فإنهم جميعا يدعون ويزعمون بالحرص على البلاد والحرص على شؤونها؟ دعني أقول أنه هي هذه صورتهم الحقيقية، وهي هذه اللي موجودة منذ اليوم الأول لوجودهم بالسلطة ومجيء الاحتلال بهذه الوجوه. هو هذا اللي موجود خلف الستار، معارك بينهم، تقاسم المراكز، تقاسم المناصب، تقاسم السلطة، استعداد لإقصاء الآخر والإيغال بدمه. بأول امتحان استخدم المالكي هذه الألفاظ المهينة اللي يألف البشر عن استخدامها، وصف مع كل الاحترام، وصف الشيعة بالأراذل، وصف الحشد بالأمة الجبناء. هذه الكلمات لا تنم إلا عن إنسان مريض. نعم. طيب سيد مظفر، أخيرا لو سمحت، ما الذي يمنع السلطة القضائية في التحقيق بهذه التسريبات التي تمس أمن البلاد؟ لأن القضاء بالعراق قضاء مسيس وقضاء فاسد، قضاء فاسد من اليوم الأول لمجيء مدحت المحمود وبعد فائق زيدان، قضاء مرتشي، قضاء فاسد، إلا القلة القليل إلا ما رحم ربي. هؤلاء هم مسيسون، مستعدون لإلغاء قرارات، لابتكار قرارات، وأقل يعني آخرها فضيحة تراجع المحكمة الاتحادية عن القرارات السابقة. لذلك هم موجودين لخدمة هؤلاء الناس. الصحفي العراقي السيد مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.